وعايزين في البداية يعني أستأذنك طبعا قبل ما نتكلم بقى في تفاصيل كايزر تشيفز واللقاء معاه يوم السبت القادم، عموما كيف رأيت أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة سواء محليا أو قاريا؟ أعتقد أن أداء النادي الأهلي يمكن محليا الحقيقة بعد مباراة بيراميدز، أعتقد أن النادي الأهلي بيأدي أداء يعني من أفضل الفترات اللي هي الحقيقة من أول ما مسك موسيماني، بيأدي أداء على مستوى عالي جدا جدا جدا. في لعيبة الحقيقة يعني يمكن أنا في رأيي أن محمد شريف يعني بالهدفين ضربات الرأس اللي فيهم واحدة طلع واحدة زي كريستيانو رونالدو لما بيطلع بيقف في الهواء وبيلعبها، الارتقاء الحتة دي كانت عند محمد شريف ما كانتش كويسة، كانت ناقصاه. بالهدفين دول أعتقد محمد شريف اتنقل نقلة كبيرة جدا جدا، حتى لو أنت بتيجي مثلا بتعمل له الحقيقة تقييم مادي وكده الهدفين دول بالذات، لأنه هو عنده من الأول عنده السرعة وعنده المهارة، عنده المهارات الكافية ولكن زي ما نقول مع موسيماني ظهرت أو بانت أو أثبت نفسه حقيقي، هو كمان لاعب ذكي جدا. بالظبط، يعني أنا بالحقيقة في إشادة كبيرة جدا بمحمد شريف، أنا بعتبره من أفضل المهاجمين اللي موجودين في مصر حاليا دلوقتي. فزي ما بقول لك يا كريم الحقيقه لا، الاداء اختلف خالص والاداء تحسن بشكل كبير جدا. انت يمكن كان في فترات الحقيقه كنت بتعمل نتائج ايجابيه بس الاداء كان شويه، لكن لا انت دلوقتي بتعمل نتائج ايجابيه باداء بمتعه، يعني حتى وصلنا ان احنا بنعمل امتاع الحقيقه لجمهور النادي الاهلي.